بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات النظام الجديد الفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال مراجعات كتاب التلميذ مع نموذج امتحان مراجعة على الوحدة الخامسة بعنوان المتغيرات التابعة والمستقلة. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار مراجعتنا هتبقى عبارة عن ايه. ما تنسوش حبايبي اللي بيراجع من كتاب الأضواء او اللي بيراجع من كتاب سلاح التلميذ، هتلاقي في اخر دقيقة في الفيديو صور شاشة النهاية، صورة لو ضغطت عليها تتفتح معاك الدروس والمراجعات بتاعت كتاب التلميذ، وصورة تانية يتفتح معاك كتاب الأضواء، والصورة التالتة يتفتح معاك كتاب سلاح التلميذ. دي أنا منزلها على قناتي اللي هي معلم الرياضيات للترمين. وبرضو في علامة الآي اللي بتمر كل شوية بتديك رابط من الروابط، ده بالإضافة لكل الروابط اللي انت هتحتاجها هتلاقيها في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار مراجعتنا إيه وإزاي هنشتغلها مع بعضنا. مراجعتنا سؤالنا الأول فيها بيقول اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي. رقم واحد بيقول لي المتغير المستقل في العلاقة إكس بتساوي 5M هو إيه؟ دايما المتغير المستقل هو اللي لا يحدد له، يعني غير محدد له قيمة، ولكن إحنا اللي بنحدد القيمة وبناء عليه بيتبع له الاكس بتاعتنا هنا، وبالتالي الاكس هنا بتبقى تابع والام بتبقى هي المستقل، فهختار رقم الف هي الاجابة بتاعتنا الام. طيب المتغير التابع بقى في العلاقة اللي بتساوي 7b على طول هتبقى هي ال التابع، لان اللي بيتغير مستقل هو البي وبناء عليه بيتغير ال، يعني هختار برضو رقم ألف هي الإجابة بتاعتنا. طب بيقول لي أنا عايز محيط المربع اللي هرمز له بالرمز بي واللي طول ضلعه آي، هتبقى العلاقة عبارة عن إيه؟ عبارة عن المحيط بيساوي 4 في طول الضلع، يعني البي بتساوي 4 في آي، يعني هختار رقم ب هي الإجابة بتاعتنا. طب في العلاقة واي بتساوي 8 كي، لما تكون الكي باتنين يا ترى الواي دي هتبقى بايه اللي هي التابع؟ طبعا الاتنين في بالمكان الكي هتنضرب في 8، لان اللي جنب المتغير من غير علامة يبقى ده معناه انه مضروب فيه على طول، وبالتالي هتبقى 2 في 8 في 16، هختارها رقم جيم هي الاجابة بتاعتنا. طيب تعال نشوف رقم 5 بتقول ايه. المعادلة سي بتساوي 30 ان، فاذا كانت السي هي التكلفة الكلية بالجنيهات وعدد العلب اللي احنا بنشتريه هو الان، طب عايزين نعرف تمن خمس علب، يعني انا هشيل الان واحط مكانها 5 وهي مضروبة في 30، هتبقى 5 في 30 هتديني السي اللي هي 150، الإجابة رقم جيم هي الإجابة بتاعتنا 150. طيب المسألة رقم 6 بتقولي إذا كان الواي بيعتمد على الإكس، يعني كل ما يتغير الإكس يتغير الواي، وبالتالي هيبقى المتغير التابع بتاعي هو الواي اللي بيعتمد على غيره وبيبقى تابع، وهختار رقم ب هي الإجابة بتاعتنا. طب رقم 7 إذا كانت قيمة الإكس في المعادلة بتاعتي واي بتساوي إكس على 5 هي 40، يعني الإكس دي قيمتها 40، يبقى الواي دي تطلع بكام؟ الإكس بتتقسم على 5 عشان تطلع الواي، يبقى 40 على 5 فيها 8، يبقى الإجابة بتاعتنا رقم ب اللي هي 8. طب التعبير الرياضي اللي بيمثل العدد اكس مضاف اليه 5، يعني اكس زائد 5، وتنفع 5 زائد اكس لان في الجمع الابدال ما بيأثرش في النتيجة بتاعته، وبالتالي اختار رقم الف هي الاجابة، لان رقم ب اكس مطروح منها 5، رقم جيم 5 مضروبة في الاكس، رقم دال اكس بتساوي 5، طبعا ما لناش دعوة بالكلام ده، احنا عايزين العدد اكس مضاف اليه 5، يبقى رقم الف هي الاجابة.
طب العدد اللي بيحقق المتباينة اكس اصغر من سالب 2، طالما ان اكس اصغر من سالب 2 يبقى الاكس بتاعتي دي سالب 3 سالب 4 سالب 5، لكن سالب 1 اكبر سالب 2 اكبر بتساويها سالب 4 برضو اصغر، لكن انا افضل انك تختار يعني هي دي اجابة ودي اجابة، ممكن تختار واحدة وممكن تختار الاثنين، لكن هو ما قاليش في بداية السؤال اختر الاجابات، هو قال لي اختار اجابة واحدة، فهنختار سالب 3، يعني ممكن دي تختارها برضو اذا جت لانها تعتبر اجابة صحيحة، او تختار واحدة مش مشكلة، لان زي ما قلنا هو في البداية ما قاليش اختر الاجابات، مش مشكلة يعني، او اعتبرها 4 مش ضروري سالب دي. طيب هنا تعال نشوف المسألة رقم 10 بتقول ايه. العدد المخرج، خدوا بالكو ان في مدخل وفي مخرج، المدخل هو المستقل والمخرج هو التابع، وبالتالي هنا لما يسألني على المخرج يعني التابع، التابع في العلاقة اللي قدامي دي هي واي التابعة عندي، وبالتالي هختار رقم ب هي الاجابة بتاعتي. طيب تعال نشوف اذا خلصنا رقم 1، اذا شفنا رقم 2 اللي هي اكمل مكان النقط فيما يلي. المتغير المستقل في العلاقة اللي عندي اس بتساوي A زائد 2، طبعا المستقل هو الA اللي بينتج عنه التابع اللي هو الاس، لكن هو بيسأل على المستقل، اقول له A هي الاجابة بتاعتي. طب في المعادلة واي بتساوي نص اكس، انا تعمدت اجيبها لك كده لان ممكن تشوفها في كتب او تشوفها في النت مثلا، بتنفع تكتب 1/2 بسط ومقام، وتنفع بالميل ده كده، وهنا الواحد وهنا الاثنين معناها النص. المهم في المعادلة دي ان المتغير اللي بيمثل العدد المخرج اللي هو واي هيبقى هو ايه؟ طبعا زي ما قلنا هو الواي بتاعتي اللي هو ناتج ضرب قيمة الاكس في النص بتاعي. بعد كده عندي كرتونة فيها 12 علبة، وتمن الكرتونة كلها يعني تمن ال 12 علبة 45 جنيه، عايزين نعرف تمن 4 علب. طبعا هنا انا عشان اجيب تمن 4 علب فانا بقسم في المعادلة بتاعتي، يعني هقول تمن الاربع علب بتساوي ايه؟ بتساوي ال 45 ده هي على ال 12، وبعدين اضربها في الاربعة اللي هو عايزها، هتختصر الاربعة مع ال 12 المقام تديك 3 في المقام، هيفضل لك 45 على 3 يعني تديك 15، وممكن تحلها على طول كده ببساطة ان انا عندي 8 الكرتونة كلها 45 جنيه، 45 جنيه وهي 12 علبة. طب انت عايز 4 علب ودي 12 علبة، يعني تلت ال 12 علبة، وبالتالي يبقى الناتج هو تلت ال 45 اللي هي القسمة على 3 تديني 15. طيب رقم 4 بتقول لي إذا كان ثمن برطمان 30 جنيه فإن المعادلة اللي بتمثل إجمالي الثمن لعدد برطمانات هو ما نعرفهوش كام، لكن هو إما هنرمز له بإم والتكلفة الكلية هي إس، يعني إس هنا هتساوي إيه؟ هتساوي عدد البرطمانات في ثمن البرطمان بتاعي، يبقى المعادلة بتاعتي S بتساوي 30 M، هتبقى بالشكل ده ال S بتساوي 30 M، طبعا ال M مستقل وال S متغير، إذا عرفت قيمة ال M بضربها في 30 عشان تديني الإجابة بتاعتي اللي هي ال S. طيب في نمرة 5، في العلاقة بين إجمالي عدد العلب اللي بينتجها مصنع وعدد ساعات العمل فإن المتغير المستقل هو مين؟ يعني بيتغير إيه بناء على إيه؟ بيتغير عدد العلب بناء على عدد ساعات العمل، اشتغلنا أكتر في المصنع هتنتج عدد علب أكتر، وبالتالي يبقى المتغير المستقل هو إيه؟ عدد الساعات بتاعت العمل بتاعتي، تمام، لان بناء عليها بيتغير عدد العلب، كل ما زاد عدد الساعات كل ما زاد عدد العلب. طب نشوف مسألتنا اللي بعدها بتقول ايه. بتقول اكتب لي معادلات بتعبر عن كل مما يأتي، بحيث انك هتعتبر ان هنا الان متغير مستقل والام متغير تابع، يعني ام بتساوي ايه
هضربها في 5، الان هضربها في 5، وبالتالي يبقى التابع بتاعي اللي هو الام بيساوي الان مع ضربها في 5، هتبقى بالشكل ده، الام بتساوي 5n. طب لما اجمع 7 يبقى الام بتاعتي هتساوي الان زائد 7. خدوا بالكم هنا اللي بيحصل ايه، باخد المتغير المستقل واضربه في العدد اللي انا عايزه هنا، وهنا اجمع عليه العدد اللي انا عايزه. طب هنا هقسمه على 6 وبعدين اطرح من 4، يبقى الام بتساوي ايه، الان على 6، ويا ريت نخليها داخل قوس اذا كانت اللي على شرطه بنقطه فوق ونقطه تحت، واذا كانت بسط ومقام يبقى خلاص ما فيش داعي للقوس، وهنقص منها بعد كده 4. يعني هقول انا عندي ام بتساوي ايه، بتساوي الان على 6 ناقص 4 بالشكل ده، ام بتساوي ان على 6، ودي اطلع الناتج بتاع القسمة بتاعها وبعدين اشيل منه 4. دي تكوين المعادلات بتاعتنا. طب تعال نشوف سؤالنا اللي بعده بيقول ايه. السؤال بتاعنا بيقول لي اقرأ ثم اجب. اذا كان رسم الاشتراك في معرض المدينة 50 جنيه شهريا، اللي عايز يشترك في معرض يدفع 50 جنيه كل شهر. طيب الاكس هنا بتمثل الاشتراك بالشهر، يعني كام شهر، والواي بتمثل رسم الاشتراك الكلي بتاع المشترك اللي هيدخل. طب انا عايز اكتب معادلة تعبر عن رسم الاشتراك اللي هو الاكس ده اذا اشتركت لمدة واي من الاشهر. انا عايز ايه هنا؟ انا خد بالك عندي ان المتغير هو الواي والمستقل هو الاكس، والعدد بتاعي اللي هو 50 اللي هينضرب في الاكس، وبالتالي يبقى الواي بتساوي 50 مضروبة في اكس، تبقى دي المعادلة بتاعتي، متغير بيساوي القيمة بتاعتي مضروبة في عدد الاشهر اللي هي مشترك فيها. طب عايزين نكون جدول للكلام ده. الاكس بتاعتي هي عدد الشهور زي ما هو قال لي هنا فوق، يعني شهر زي ما احنا شايفين، شهرين مثلا، بعدها 3 شهور، بعدها 4 شهور، بعدها 5 شهور. طب كل شهر بكام؟ ب50، وبالتالي الشهر اضربه الاكس اضربها في 5 زي ما احنا شايفين، اضربها في 50، يعني 1 في 50 ب50. طب و2 في 50 ب100. طب 3 في 50 هتديني 150. طب 4 في 50 بتديني 200. 5 في 50 تديني 250. بكده احنا كملنا له الجدول، كملنا له على اساس القانون بتاعنا اللي في المعادلة بتاعتنا اللي بتقول عايز تجيب الواي خد الاكس واضربها في 50. خدنا الاكس، واللي كان ناقص عشان بيقول لي كمل الجدول، كان ناقص 2 و4 كملناهم في الاكس، وناقص 150 و250 في الواي كملناهم. بيقول لي بقى تقدر تمثل المعادلة بتاعتك دي او العلاقة اللي انت عملتها في الجدول رسم بياني على شبكة احداثيات. طبعا ممكن اعمل شبكة احداثيات وانا عارف ان الاكس هي المستقل والواي هي التابع. معلش هنا في صفر اتحط غلط، هنا اكس وواي على شبكة الاحداثيات. فهجيب شبكة الاحداثيات بالشكل ده. لاحظ ان انا عندي الزيادة هنا 50، 1 وبعدين بقى 2 زاد 50 زاد 50 زاد 50 لغاية 250. ممكن نزود من 0، نزود 50ات لغاية ما نوصل الى 500، وممكن تكتفي باللي انت عايزه بس اللي انت محتاجه هنا. ده الواي اللي هي المتغير اللي بيتغير بناء على الاكس اللي هي عدد الاشهر. انا اول حاجة مفروض اعملها ان انا اكتب عنوان، واكتب المحور الافقي بتاع ايه، واكتب المحور الرأسي بتاع ايه. انا عندي المحور الاكسي الافقي اللي هو الاكس اللي بيمثل عدد اشهر الاشتراك، والواي بيمثل قيمة الاشتراك الشهري بتاعنا، والعنوان ككل هو الاشتراك في المعرض، وبالتالي احط عنوان رسوم اشتراك المعرض مثلا، واحط مدة الاشتراك بالشهر اللي هي الاكس اللي هي المستقل، واحط رسم اشتراك المعرض بالجنيهات اللي هي المتغير التابع اللي هي الواي. طب ابتدي بقى واحدة واحدة.
انا عندي الواحد بخمسين، اذا اطلع مع الواحد لغاية خمسين واحط النقطة بتاعتي على الخمسين بالشكل ده. ممكن احطها في زوج مرتب واكتبها في قوس كده زي ما عملنا قبل كده، واكتب فيه الواحد فاصلة خمسين، يعني اخد المتغير المستقل وبعد منه المتغير التابع، فاقول واحد وخمسين داخل قوس واحد فاصلة خمسين. ما هو ما طلبش، يبقى خلاص احنا هنحط النقط وخلاص على كده. طب الشهرين، الشهرين بمية جنيه، يبقى احط النقطة على المية مقابل الاتنين اللي هما الشهرين. التلات شهور بمية وخمسين، اطلع بالتلاتة لغاية قصاد المية وخمسين واحط النقطة كده. الاربعة قصاد الميتين بتاعتي على حسب الجدول اللي موجود قدامنا، فهحطها كده. وبعدين الخمس شهور 250 اللي هي قصادنا قصاد الجدول بتاعنا. بكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية مراجعتنا للوحدة الخمسة. وما تنسوش قناة دروس الترم الثاني اللي هي قناة براع المبدعة، هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت، وصور شاشة النهاية الثلاثة اللي قلنا عليها، تضغط على صورة كتاب المدرسة تتفتح معاك الدروس والمراجعات، تضغط على كتاب الأضواء تتفتح معاك المراجعات بالترتيب، تضغط على سلاح التلميذ تتفتح معاك المراجعات بالترتيب من على قناة معلم الرياضيات للترمين من كي جي إلى تالتة إعدادي. برضو ده كله هتلاقيه في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت، بالإضافة للواي اللي بتدي لك كل شوية رابط من الروابط. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع مراجعتنا، وإلى اللقاء مع مراجعة تالية، مع أطيب تمنياتي بالتفوق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.